السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله أن الجميع يكون في أحسن الأحوال. هي بسم الله على بركة الله. اليوم إن شاء الله نعطيكم واحد الفكرة كنجربها شخصيا، كتعطي مع المدة واحد النتيجة هائلة. هذه الفكرة الحجبان اللي تيوليو ينوضوا فيهم دوك الشعيرات البيضين، يعني غادي ينوضوا إن شاء الله. هنا ما نوضوش اليوم، غينوضوا غدا. المهم هذه الفكره رائعه باذن الله. كتعرفوا كل شيء كيعرف القرنفل، كل شيء كيعرف القرنفل والمزايا ديالو. الميزه الوحيده الخاصه به هي انه كيعطي واحد السواد للشعر هائل. كناخذوا واحد الحفينه كنطحنوها مزيان، ملي كطحن كناخذوا واحد القريعه اللي كتكون رقيقه وكنديروا فيها زيت اللوز، واحد جوج معالقات مطحونين ديال القرنفل بحال هكذا كي كتشوفوا، نخلطو مزيان. وهاد القريعه كنحتفظوا بها في واحد المكان اللي بعيد على الاشعه، يعني بعيد على الضوء، وكنبقاو نستعملوه بحال هاد الشكل كل ليله قبل ما ننعسو. وداكشي كناخذوا واحد القطيين بحال هكذا، وكناخذوا واحد الكوتون تيج بحال هكذا، وكنحاولوا ناخذوا واحد شويه نحركو، وكناخذ ديك الزويته اللي كتكون بدات تكحل مع المده، كتكحل خليوها واحد 3 ايام وعاد بداو تستعملوها، ومن بعد كهي غدا مع الوقت وهي كتكحل. كناخذ كنجرب بحال هكذا، نحيد داك ناخذ غير ديك الزويته ديك الكحوليه داك الاكستري ديالها اللي كيطلق ديك الزويته ديال القرنفل، وكندوزها على الحجبان كل ليله بطريقه يعني واحد بشويه كندوز بحال كنصبغ هذاك الحجبان ديالي، كنسطرو كنديرو مزيان، وعادي كنحيد الا كان شي فائض كنحيدو، وعادي كنعس به. يعني كيعوض هاد القلم وهاد كيعطي واحد الكحوليه. وفي الصباح عاود ما ندير القلم ديالي ملي كنغسل ونصوب الى اخره، وكنبغي نصوب الوجه ديالي وداك الشيء، عاود ما ندير هاد القلم غناخد واحد العود ديال مسمار، تنقولوا حنايا مسمار ديال القرنفل، او عود ديال القرنفل او مسمار القرنفل، كنشعلو بحال غادي نشعلو وقيده بحال كتشوفو، كنطفيه. وقبل ما نحطو الحجبان ديالي نصوت عليه، حيت راه يقدر يبقى فيه شويه بحال كتشوفو بحال هكذا، كنجرب قدامكم بحال هكذا، كنصوت عليه محدي كنصوت عليه وباقي شاعل، راه تيبقى فيه داك تيبان شاعل. يعني خصني نطفيه نهائيا، خصو يكون طافي، وندوز عليه صبعي بحال هكذا حتى وكان نعرفو طافي ونتيقن، عاد نوزعو الحجبان ديالي. نجربو في يدي بحال هكذا ونسطر الحجبان دياولي، نسطرهم بطريقه عاديه احسن ما نبقى تابع دوك الشعيرات البويض كنحيد فيهم ونتفيهم حتى تيبقى الحجبان ما فيه والو، وعطا نسطرو بالقلم. لا، هذه طريقه كتخلي لك الحجبان ديالك وكتعطي واحد الكحوليه مع المده اللي كتكون طبيعيه، ولكن خص الاستمراريه. المهم غير يوميا ملي كنبغي نصاوب عويناتي كنعاود ما ندير هذا القلم، ندير هاد الفكره وديك الشويته ديال القلم نستعملها ونحدق بها الحجبان ديالي. نحدقهم مزيان، نحدقهم نخلي غير ديك الكحوليه خفيفه بحال هكذا، نسطر ونشوف حتى وكان الشكل اللي غادي اللي بغيت، يعني الشكل اللي لائق بالشكل ديال وجهك. الحجبان ديالك كيف دايرين الحجبان، كيف تبعي ليهم وتحدقيهم مزيان وتصوبي. وكنتمنى هذه الفكره ان شاء الله تعجبكم، وديوها ليا يا زوينات في حالتكم، قادوا ليا حالتكم، الله يقاد الخواطر باذن الله، والى فرصه قادمه وفكره ان شاء الله اخرى جديده. السلام عليكم.